لبنان كبير سنة 1920. أول معلومات عن الفرزدق يعني المدونة واللي مؤرخين أو رجال الدين أو غيرها كاتبين عنها مش بالمنرميات. أول المعلومات المتوافرة من هالحقبة الطويلة يلي ذكروا عفيف مريش بيقول بين هلالين على أسهل الشيكوك حدث في عهد بني أمية. عهد بني أمية كان بين 662 و750. قدمت قبيلة من بني عساف إلى الشام أولا ثم انتقلت إلى عنجر ومنها إلى نبع الحديث الفرزدق. مرهج ما قال من هالجماعة ولا معلومات عنها ولا الأسباب اللي دعت هالجماعة لاستقام الفرزدق ولا أي شيء، بس ذكر إنه هودي الجماعة إجوا على الفرزدق بهذه الفترة. بتغيب المعلومات المؤكدة حتى سنة 1220. رحل يهود الحموي والكل بيعرفوا بالفرزدق زار البلدة وكتب عنها كمان بين الهلالين وبها قوم يعرفون ببني رجاء وهم رؤساؤها معروفون بالكرم والتجمل الظاهر. كمان ما ذكر شيء عن اصل هالجماعه وما قال على اي ذكر هيدي الجماعه كيف اجت ومنين اجت، وحتى ما ذكر اذا في جماعات ثانيه موجوده. كمان ما ذكر انه ما في حدا كبير. 1259 لاسباب غير معروفه ضرب الظاهر بايبرس سلطان المماليك، حرق بيوتها وشتت اهلها ودمرها بالكامل. ما خلى شيء فيها، هي بالتدمينات ذكرها عيسى اسكندر معلوم بتاريخ زغبي بصفحه 49. بهيدي الفتره كمان ابن جبير بعهده على كركوك كمان ما ذكر ولا اي حدا من القرى المجاوره اذا فيها سكان ولا شو وضعها هذا القرى. كزيد الامر ابن بطوطه اجى بهيدي الفتره زار بعلبك وزار كركوك كمان ما انطلع ولا اي شيء لا اذا كان بالفرزدق فيها سكان او غيره. القنصل الفرنسي هنري جيز فتره وجوده بلبنان من 1802 ل 1822 وجد على احد جدران المنازل الضائعه هون صوره راس منحوه وعليها كتابات باسم محمد العباس مؤرخه 738 هجري 1382. هون هيدي الفترة يلي قطعت على الأرجح أن تكون الفرزدق يمكن صار خالي من السكان لأنه ما حدا ذكر ولا حدا ذكر عنه شيء. بفعل الضربة يلي ضربها بايبرس لهيدا. بنروح لبعد ال 1340 100 سنة تقريبا معلومات تسجيلات أوضع عند مؤرخ نصيف جديد العطية بكتاب تاريخ بني عطية يلي بيقلب فيه عن الضيعة. يعود التاريخ هذا التاريخ بني عطية إلى سنة 1436 يلي بيقولوا إن الضيعة كلها وعائلتها مكونة من هيدي العائلة تحديدا من بني عطية. بيعود تاريخها إلى الأمير رشدان العطية من بني بن الغوص بن زايد بن كهنان بن سبا أمير قبائل القواطبة الذين كانوا يسكنون اليمن. نزحوا فيما بعد إلى الشام وعرفوا بالغساسة. الواضح هون بيقول سنة 1440 حدثت فتنة في القرآن بين العرب المسلمين والعرب المسيحيين. اتضح للمسيحيين بعدها أن النسوخ في القرآن هو أفضل لهم من إتمام شعائرهم الدينية، فارتحل قسم منهم من أزرع واستوطنوا قرية عيتب في البقاع. وبعد وقوفهم هناك مدة من الزمن ارتحل قسم منهم وسكنوا قرية الفرزدق. حدد هون المؤرخ يلي اجوا الاشخاص الذين ارتحلوا الى الفرزدق كانوا سمعان ورزق اخوه واولاد عم طامس وليم ومراد وشهيم وايضا بطرس وغناطوس. هودي الاشخاص اللي بيقول سنه 1500 تقريبا اجوا على الفرزدق. بهذه المرحله نحن دخلنا الحقبه او الفتره العثمانيه من 1516. الدوله العثمانيه سهلت لكل الجماعات تستوطن وقت غدا شرط انه تدفع اللي متوجب عليها، شو ما بدكم خذوا ارض اشتغلوها بالاقطاع او الامتياز او غيره، المهم انه تدفعوا مصاري. التسجيلات الاكيده يلي انا وصلت لها ورسميه مدونه عن الفرزدق يلي ارخها دكتور محمد عدنان البخيت الاردني بدراسه نوع اسره ال الحنش
والمهام التي أكلت إليها في ريف دمشق. هذا سند لدى فكر الطب العثماني من خلال اللي ذكروا من البخيت تبين أنه الفرزول كان يتابع على كرك نوح، وهي وحدة من 19 قرني كان يتابع على كرك نوح مجموعة بشكل هالمنطقة اللي هي تسمى البقاع العزيز.